السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأفاضل في كل مكان مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج ستاد الكام الفاف تعلن قائمة أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة الترشحات لاختيار ناخب وطني وسنتحدث أيضا عن السيمي فاينل من منافسة كأس إفريقيا للأمم نيجيريا جنوب إفريقيا كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية من يشكل طرفي المشهد الختامي من كان كوديفوار في طبعته الرابعه والثلاثين. كل هذا واكثر اناقشه مع محللي قناه النهار حسين شو مرحبا. السلام عليكم مساء الخير حسام شكرا ان شاء الله الحمد لله وحشناكم شويه. الله يتوحشك بالخير ان شاء الله حتى المشاهد توحشك يا حسين الله يسلمك. وهو كذلك فاروق قايد مرحبا. مساء الخير حسام. مساء الخير فاروق وايضا زين عمر مرحبا مساء الخير أخ حسام غياب اليوم صاحب ها. الحنجره الذهبيه غ... صاحبنا غاب اليوم <applause> ما <مومن. تصفيق> كانش لي الحنجره القويه نسلموا عليه نسلموا <applause> عليه نتمنوا له عوده قويه ان شاء الله غدا اذا مشاهد فاضل نعود بعد فاصل قصير هنا اللجنه المختصه بدراسه الترشيحات لاختيار ناخب وطني جديد لقيادة سفينة محاربي الصحراء مستقبلا والمهمة ستنطلق رسميا يوم الخميس المقبل بحدود الثانية والنصف ظهرا كما كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم إذا كشف عن أسماء أعضاء اللجنة يتقدمهم النخب الو... طبعا المدير الفني الوطني عامر منسول وكذلك تضم اللجنه محمد معوش لاعب فريق جبهة التحرير الوطني كريم قاصد عضو المكتب الفيدرالي للفاف ربح سعدان ناخب وطني سابق المدرب بوعلام لاروم المدير الفني الوطني السابق طبعا والمدرب محمد الأمين غيموز إضافة إلى فؤاد شيحة مدير التكوين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم وكما قلت ستباشر هذه اللجنة مهامها رسميا وفقا لبيان الفاف يوم الخميس ألم. زين عمر إذا اتضحت معالم هذه اللجنة التي تحدثنا عنها طيلة يومين عامر منسول محمد معوش ربح سعدان بوعلام لاروم كان قاصد محمد أمين غيموز وفؤاد شيحة مدير التكوين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم هؤلاء هم من لست أدري سيختارون أم سيستشارون في عملية الاختيار احنا دوكا على بالنا بلي مكونه تقريبا من سبعه اشخاص سته اعضاء والرئيس في شخص المدير الفني الوطني تقريبا لما تشوف التركيبه نظن يعني كاين اسماء نقدر نقولوا مثلا نبح سعدان اللي عنده تجربه كبيره في افريقيا واللي درب الفريق الوطني عده مرات ويعرف يعني خصوصيات الفريق الوطني فؤاد شيحه وغيموز نظن ايضا اللي عندهم وكريم قاصد اللي عندهم يعني كفاءة اللي تخليهم يعني عندك زوج دكاترة وعندك أيضا قاصد لا بأس به يعني من حيث نظن عنده مستوى اللي يخليه يقدر يعطيك يعني رأي بوعلام لاروم نفس الشيء اللي عنده أيضا تجربة كان مدير فني وطني سابق كان يعني عنده لاعب سابق صح. عنده أيضا يعني نظن لما تشوف التركيبه على العموم تركيبه تاع ناس نظن يعني عقلاء وناس اللي عندهم تجربه وعندهم امكانيات وعندهم ايضا يعني كفاءه هذا يعني هو قائمة اللي موثوقة لا قائمه موثوقه تريد لا قائمه موثوقه ايضا سيد محمد معوش اللي نحييه من هذا المنبر اللي هو كان لاعب سابق لجبهه التحرير الوطني ظن يعني ايضا اللي نقدروا انسان اللي يعرف كثير كره قدم نظن يعني تجربه سنوات يعني سنوات ولما تعرف ان يعني فريق جبهه التحرير واش قدم للجزائر انا نظن هذا الشيء جيد اللي حطوا ايضا لان نظن يعني الطريقه كان في المكتب الفيدرالي ثم هو يعني طاح مريض وما قدرش يكون في القائمه ولكن لو فات لا دي مملحة ديما مليحه يعني يكون معاهم كاسم كايضا بباركة. شخصيه شخصيه يعني نقدر نسموها شخصيه وطنيه لان م. تقريبا من الناس اللي كانوا في فريق جبهه التحرير الوطنيه زيد على ذلك المدير الفني هذا يعني راح تنقول لك مفروغ من منه لازم يكون لانه هو المدير الفني الوطني لانه من المفروض يعني كما هو معلوم المدير الفني الوطني من صلاحيته ان يدخل في هذا الاطار يعني بدون نعم. هذه نعم. اللجنه هو دوك بغض النظر عن اليوم هذه اليوم لا تشوف انا نعطيك تحليل اخر لما تشوف التركيبه ست اعضاء ورئيس ست ست يعني نومبر امبير وعلاش لان لو يكون هناك تصويت يعني لازم واحد يفصل بين يعني الاعضاء لان لما تصوت لازم توجد يكون واحد هو الفاصل دونك يكونوا يا كات كونتر ترواي على حساب يعني كيفاه رايحه تسير يعني فيها تصويت تعتقد انا نظن نعم لما سير. تكون لجنه لجنه وشنو هو يعني انا نظن يعني نتساءل عن الاليه والطريقة الآلية دوك كيف انا كيف, أنا 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 كيف, أنا يعني كيف ارى يعني يعني الاشياء لا. يعني ماشي فرز دوك هما كاين كاين يعني طريقتين يا هناك سير ذاتيه التي يعني ارسلت للفيدرالية الجزائريه لكل فقط حتى نوضح في البيان جاء في البيان انه يوم الخميس ستحدد قائمه قصيره من مجمل يعني يقول لك ما خليتنيش نكمل يعني يعني بيان البيان يعني كان تقريبا احنا يعني الفيدراليه وقتاش يعني اعلنت عل... على اللجنه عندها يومين يعني م. يوم الـ الـ الاثنين ولا يوم الاحد يوم الاحد, يوم الاحد يوم الاحد, لما تحسب انت الفيدراليه قال لك في غضون 10 ايام لما تحسب يعني الحد الاثنين ثلاثاء الاربعاء اللجنه ستبدا العمل يوم الخميس يعني لو سانكيام جور من البيان الاول دير في انا ليا يعني لا من انا لا كي نحسب تسمى اللجنه قعد قعدوا لها اون تو بور تو تقريبا بين خمسه أوه. الى سته ايام لكي يعطيك يعني الرد النهائي دوك ربما باش ما يبدا الحساب من يوم الخميس نعم آه ما نظنش انا ما نظنش لان لا لان الوقت يعني لما تشوف البيان انا نقرا البيان الاول للفدراليه لان قال لك انا على ما اظن أه سيحدد يعني المدرب الوطني قبل يوم 15 فبراير ولذلك عشرة ايام عشرة ايام ايام انا نظن يعني اللجنه الاخ حسام ما تقعدش 10 ايام لان اللجنه العمل تاعها راك تعطيها السير ذاتية انا اليوم على ما اظن انا اليوم على ما اظن الفيدراليه ماهيش رايحه يعني تنتظر الناس تبعث لها السير ذاتية على ما اظن الفيدراليه عندها سير ذاتيه عندها تقريبا ملامح يعني مدربين لي آه شورت ليست يعني ان شورت ليست تاع دي زونترينور ولا دي زون عندهم يعني ولكن في دراية ما حبتش تاخذ القرار لوحدها حبت راي تقنيين اللي يعطوها يعني تقريبا لو ليقدر اللي يقدر يعني يكون ملائم للفريق الوطني في الوقت الحالي ولذلك انا نظن يعني ما راح يعني سير ذاتيه نظن سيكون يعني اربع الى خمس سير ذاتيه على الاكثر وهذا اللجنه ستقترح على الرئيس تقريبا انا نقول لك اللجنه ماهيش رايحه يعني تخرج لك واحد هي ماشي زعما هذيك تاع فرز فوت فوتي خلاص تعطيها الرئيس يجوز لا نظن ستقترح اسم لا اسمين على الرئيس وسيتم الاختيار والفصل قال أنا مثلا نقول لك كاين فاروق وحسين هما اللي يقدروا يوالمونا في هذا البلاطو الاخ حسام انت ستختار <applause> قال واحد فيهم شكون؟ تختار واحد فيهم لأن يعني لما يكون عندك دو بروفيل أسهل من ما يكون عندك أربعة ولا خمس يعني 5 سي في، واحد اللي ماهوش من الدومان يقدر مثلا يعني تريد القول أن هذه اللجنة ستسهل على رئيس الفاف عملية اختيار نعم أنا نظن ستسهل يعني لأنه أه في عملية الغربلة ليعرف ليعرف لا شوف الاخ حسام في, في التعيينات يعني تقريبا في كل المجالات ما نحكوش الا في كرة القدم كاين الناس يعني اللي هما مخولين واخصائيين اللي يعرفوا مثلا يقدر يعطيك يقول لك هذا مثلا عنده الخصوصيات اللي راك تحوس عليهم هو يقدر يدير لك يعني دي كل مدرب يكتب لك عليه وش عنده يعني كاشياء ايجابيه كاشياء لبالك بالك ما توالمش المنتخب مم. يعطيك على كل اسم اللي تعطي له انت السير يعطيك دي فيش مم. شاك فيش يعني تساعدك في لابريز دو ديسيزيون تاعك لان لابريز دو ديسيزيون ليست اللجنه التي ستاخذ يعني القرار النهائي رئيس الفاف هو رئيس الفاف هو الذي سيقرر هل رئيس الفاف سيقرر بمعيه بالك يعني بعض الكو كونسيي تاعو انا أو على أو بالي بلي هو عنده دي كونسيي تكنيك بالك اللي ماهومش معاه في الفيدراليه ولكن هو عنده بالك اسكي با يزيد يشاور ولا اسكي با فير كونفيونس لهاد اللودنا على حساب واش تخرج له لان اللودنا واش دلك لك ديفيش ودلك ترقيم قال رقم واحد حسام رقم اثنين فاروق رقم ثلاثه حسين رقم اربعه زين مم. تعطيك مثلا لو كلاسمون تاعهم كيفاه هما يشوفوا ثم انت تشوف شكون اللي والم يقدر مثلا نعطيك مثال مثلا رقم واحد فاروق فاروق يعيط له رئيس الفيدراليه مثلا لـ لـ المطالب الماليه تاعو ما تساعدش الفيدراليه مم. يعني عمليه الموازنه لازم تيوبليجي او مثلا يعيطوا الفاروق المطالب الماليه <applause> تاعو يعني كثير طلب كثير وما تفهموش في المفاوضات كاين يعني ان فيدراليه مم. لازم تمشي لو دوزيام ولذلك ما يعني تقدرش يجب ان يكون هناك توافق بين المواصفات الخاصه بالمواصفات والمطالب الماليه ايضا المطالب والمفاوضات لان كاين هناك دوك انت انت تختار ولكن اللي تختاره ايضا عنده دي كونديسيون، اي فو كو لي كونديسيون وبالك لي كونديسيون اللي يطلب لك هما هو والاهداف نتاعك بالك ما ما توفقش. ما, ما تقدرش تتفق مع الانسان ولما ما يكونش اتفاق انت يعني تحاول بغض النظر يعني تلبي تقدر. ولكن لما المفاوضات ما تمشيش في الطريق الصحيح الفيدرالية تقدر تبدل تولي إلى ولذلك قلت لك اللجنة نظن ستعمل ترتيب وعلى حسب ترتيب هذاك الفيدرالية تبدأ في المفاوضات مع الناس التي اختارتهم اللجنة وهو كذلك دعنا نمر إلى فاصل ثم لا نعود الترشيحات المتعلقة باختيار ناخب وطني للمنتخب الوطني الجزائري الأول حسين أشيو ما رأيك في هذه القائمة؟ هل هي مقنعة؟ هل هي موثوقة؟ ليست ناقصة ربما من أسماء كنت تنتظر وجودها؟ لا أولا الشيء المليح هو أنه فيه تشاور هذه أولا حاجة 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 إيجابية الأسماء نعرفوهم أسماء معروفين في الساحة الكروية نعرفوهم كاع نعرفو يعني باللي كاين يعني خليط من الناس اللي شباب وكاين اللي عندهم كيما سعدان ولا روم اللي عندهم بوكو ديكسبيري جازو دي تيان في زوج انا نظن باللي التشاور ماش تسحق انت يا مئة واحد باش تشاور باش تخير هذا واش نقدر نقول لك سي دي جون انتاغر تاني الناس اللي يعني ثقه وعندهم يعني مستوى في الكورة الباقي دوك ما راحش يعني ما راحش نخيروا راح نخيروا مدرب ما راحش زعما ماشي حاجه يعني تاع تاع لا نازا ما لازمش لازمش نكبروها كثير ولكن ب... لو كانت يعني بتلك السهوله لما عينت لجنه من اجل يعني يا اختيار والله ماني معك انا نظن احنا ولينا نتبعوا كل صغيره وكبيره هذا من صلاحيات يعني الفيدراليه وال ولا تكنيك وحاجه عاديه يعني عندك مدربين تعطي رايك عليهم ولا ولا يناسبوا ولا يناسبوا يعني الستيل دو جو تاعنا والفريق الوطني تاعنا ولا يناسبوا اللاعبين اللي عندنا هذو هما الامور اللي نظن اللي راح يتحدثوا عليهم ولا كان يعني بين مدربين متقاربين بالك راح راح يفصلوا ولا ولكن ما نقدرش نقول لك اكثر لان ما عنديش معطيات باش نتكلم لك على على امور يعني ما نقدرش نبني لك على المجهول حسام يعني ما تقدرش تعرف واش واش من المطلوب منها اولا هذه ودر... اللجنه ولا هي تخدم دراسه حساب باين الفاف شوف دوك انت تقول لي على حساب باين الفاف لجنه الدراسه ولكن كيقعدوا مع الرئيس وكيتكلموا بالك في امور اخرى بالك هما اللي هما اللي يختاروا هما اللي له الاسامي دوك ما على بالناش واش كاين ولكن لجنه محترمه يعني الناس محترمين وموثوقين و هذا واش نقدر نقول لك الباقي نتمنى يعني يكون ناخب وطني اللي يكون يعني من يدي الفريق الوطني من البر الامان ويديه باش يحقق كل كل اهدافه هذا هو الشيء المهم ولكن في كره القدم انا نقول لك تقدر تجيب احسن ناخب وطني احسن واحد في العالم وما ينجحش يعني هذه ليست علوم دقيقه حسام تقدر تجيب احسن واحد لقاع الناس يفرحوا به وكاع الناس يقول لك لاول مرة شفنا ناخب وطني بهذا المستوى وهذا يناسبنا في الاخير لا ينجح هذه هي كرة القدم يعني ما تعرفش واش كاين وربما هذاك المدرب اللي الناس كاع تتكلم فيه وتقول لك شكون جابونا وشكون جابونا هو يقدر ينجح آه. تعتقد انه هذا ما فكر فيه رئيس الفاف لما لجأ إلى هذه اللجنة يعني رمى الكرة في مرمى هذه اللجنة لأنه اختيار مدرب ناخب وطني كما قلنا في السابق ربما يعد مغامرة ليست مضمونة يعني بالنسبة لأي منتخب في العالم مهما كان اسم هذا المدرب لا أنا ما نقدرش نجاوبك على السؤال على كل حال ولكن هذا سؤال يطرح يعني ال فقط يعني لا, لا لا ولكن أنا نقول لك باللي شيء صعيب يعني باش تختار يعني مدرب وينجح لك وبكل مواصفاته خاصة حنايا الجمهور تاعنا والشعب تاعنا دائما يطلب اكثر لازم تكون عندنا اولا رؤيه وين انا حابين نروح وحابين نبني وحابين حابين ما على باليش لازم لان الضغط تعمل تحت الضغط يعني صعيب احنا خاصة انه, أنه الوقت ضيق 2025 كاس افريقيا بعدها كاس العالم يعني لازمش لازمش نطيحوا في الضغوطات لازم نعرفوا وين انا رايحين هذا هو الشيء المهم ثم يعني اختيار مدرب قلت لك ماشي حاجه سهله كيما تقدر ينجح لك كيما تقدر ما ما ينجحلكش ولكن انت يا لازم دير كل الحظوظ من جهه النجاح باختيار يعني مدرب لي يعرف اولا الفريق الوطني تاعنا لي يعرف لي يعرف تاعنا كذلك لي يعرف يعني الكره الافريقيه كذلك هادو ما تما ادو نقاط اللي هذه هي المعايير تجيب. التي يجب التركيز عليها نقدر نقول نقاط اللي تجيبهم جهتك اللي ترجح بهم الكفه نوعا ما لان جميع مدرب كي تجيبو ياخذ وقت باش باش يعني يتاقلم وباش باش تشوف يعني اللمسه تاعو في الفريق ولكن باش نعاود نقول لك جماليه كره القدم و وحيرت كره القدم انها تقدر تجيب مدرب ما يعرفش كاع افريقيا وما يعرفش كاع ولكن هو مدرب يعني من طراز عالي وبسرعة تلقى البصمه تاعو بانت في الفريق ودا الفريق لمستوى اخر يعني هذا والله شوف كره القدم ما تقدرش ما كاش يعني معايير دقيقه ولكن احنا نتمنى اولا ننجحوا في اختيار المدرب نتوفقوا وان شاء الله كما يقول لك يكون من مكتوبنا مدرب اللي يحتاج الى مدرب يدخل مباشرة في صلب الموضوع يدخل مدرب لأنه الوقت ضيق نوعا ما شوف عندنا كما يقول لك لاباط عندنا مم. عندنا حاجة عندنا لاعبين عندنا نواة كما يقول لك لازم مدرب لي اللي يعرف كيفاش أولا من الناحية النفسية والناحية الذهنية يعرف يتكلم مع اللاعبين وباش تتكلم مع اللاعبين لازم تكون عندك كلامك مفهوم لازم لاعبين تكون الرساله تمر بسرعه وتمر بسلاسه هذا اول شيء ثانيا يعرف كيفاش يوظف اللاعبين يعرف كيفاش يخلق روح منافسه جديد في الفارق الوطني لان هذا هو الشيء المهم الفريق الوطني لازم روح منافسه المنافسه تبقى مفتوحه وتكون يعني كما يقول لك آه آه كما يقول لك الكلمه للك اللي لازم تكون شريفة يعني المنافسة وتكون نظيفة مم. وتكون يعني عادلة بين يعطيك الصحة نعم. متساوية وعادلة يعني بين اللاعبين هنا يرفع لأن اللاعبين عندنا عندنا لاعبين شباب عندنا لاعبين راهم قايل يلعبوا في مستوى عالي وهم قايل يلعبوا في مستوى جيد لازم نعرفوا برك نوظفوهم ومدرب كذلك يكون من ناحية كما يقول لك يكون يعني مدرب يعني عنده شجاعة لأن كلش تقدر تكون عندك قال ما, ما عارف لو كان ما تكونش عندك الشخصية والشجاعة باش تعرف توقف في الأوقات الصعبة وتعرف تتماشى ضد كي يقولوا لك كاع الناس تبدل وأنت تعرف فريقك وتعرف يعني واش لازم لفريقك ما ما من الجزائر جزائر قاعد تقول لك بدل ما تبدلش آه باش تشوف هنايا لازم مدرب أولا شخصية ثانيا لازم تكون عنده المعرفة ثالثا لازم يكون عادل وتكون عنده لأن اللاعبين يتكلموا بيناتهم ما تنساش يعني لو كان تقدر تقتل لاعب يعني بمباراه اثنين ثلاثه ما يزيد شيء هذاك اللاعب غير بتصرفاتك وقت تعطي له الفرصه تروح تجيب لاعب من منصب اخر هذا مثال تجيب لاعب من منصب اخر وهذه نعرفوها احنا في كره القدم ويلعبوا في بلاصتك انت ما يلعبكش خلاص بالامكانيات اللي عندك خلاص تولي المعنويات تاعك تتحطم وهذه هذه كل هذه الامور تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبه نعم لهذه اللجنه ايضا بالنسبه شوف لاعضاء هذه, شوف هذه اللجنه هذا اللي كل شيء معروف في هذه ولكن قلت لك كره القدم يعني نقطه استفهام كبيره هذا وكاني افهم من كلامك انه لسنا بحاجه لهذه اللجنه لا لا, لا, لا قلت لك انا كيف تشاور و... في البدايه هذا... انت قلت لي ان ضخمنا الامور نوعا ما لا, لا ضخمتوا لازم هذه اللجنه تخلوها تخدم وأحنا من هل كان يعني هل كان القيام بما قام به الاتحاد المصري مثلا نجيك تعيين حسام حسن مباشره لا لا اللجنة, اللجنه تقدر غدوات اللجنه تتكلم بيناتها وتقول له ربما في هذه الظروف اللي رانا فيها ما نجيبوش مدرب دوك هذا شيء بالك ما هدرتوش عليه كاع انت ولكن لجنة تريح تتكلم عليها اسبوع ثاني راح تدير عليها ضغط ثاني اللجنه هذه صح ولا لا لازم نخلوا الامور تسير سيرورتها عاديه احنا دوك كل حاجه البارح اليوم لا اليوم اللجنه اليوم اللجنه غدوه اللجنه لانه اليوم ظهرت اللجنه خلونا خلون يجي خلون واد الناخب الوطني يجي ويتوكل على الله ويبدا يعمل اعلن عنها اول امس ولم تعلن الاسماء امس اليوم اعلنت الاسماء نحن, تلسيم 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 نحن تلسيم نسير تلسيم يعني المستجدات تريد أني حبيت نجاوبك كيما كما تحب انت لا لا لا, حسام شوف شوف اللجنه اللجنه راهي كيما يقول لك للتشاور راهم الكثره يخدموا في في الفيدرالية في لا ان شاء الله يوفقوا ان شاء الله يتوفقوا ان شاء الله يعطيوا الراي المناسب ان شاء الله هذه هي كل شيء بالتوفيق من الله على كل حال م. ولكن ما نضخموش الامور انا راح نجيبوا ناخب وطني ناخب وطني كما يقول لك تشوف هذه النهوات انا تعطيني فريق وطني نفرح تعطيني فريق وطني جزائري نفرح عندي لاعبين ما راحش ما راحش تعطيني ما تدخلني يعني في 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 غار مظلم ما فيش لاعبين ولازم نتاهل كاس افريقيا ولازم نتاهل كاس العالم كاس عالم بدينا ديجا بدينا درنا درنا نتائج جيده رانا في رانا في في المرتبه الاولى كاس مم. افريقيا الان ما وليناش نتكلموا عليها نتاهل دائما عن جدارة وقبل ما يخلصوا المباريات الان نخيروا مدرب يعني اللي يكون بمستوى طموحاتنا وخلاص انا نظن هذه هي باش نغلقوا القوس نعم. ونبداو نعملوا نبداو نعملوا يعني المجال نخلو الناس مرتاحه تعمل ونكون وارع الفريق الوطني هذا هو الشيء المطلوب بحوصة. واضح سنذهب بلا فاصل ثم نعرف راي ايضا فاروق بالقيد بعد هذا الفاصل اسماء اليوم ظهرت كل الاسماء المدير الفني الوطني عامر منسول محمد معوش ربح سعدان بوعلام لاروم كريم قاصد محمد امين غيموز وفؤاد تشيحه مدير التكوين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم بكل صراحة فرق. دي الله ليس قلت لك البارح في لي سوسيو كان دور أفو شفنا باللي ما كش فيها غير محمد معوش وغيموز سعدان ايضا سعدان سي مم. كان متردد سي سي انا ليش شتا كان ليش لي فيها سعدان قال لك متردد سي صح انا نقول باللي هذه الجناية تربح الوقت برك داروها باش نربحوا الوقت بتات كي عف... دو... اشياء اللي ما نعرفوهاش باسكو بور شوازي ان انترينور نورمالمون عندهم اي اه... ليست تاع تروا ماكسيموم ب... ما لازمش هذا فريق وطني ماشي 20 تروا لان... انترينور حتى الربعة ونعرفوا باللي الرئيس فيدراليه هو الاخو. دي دي اللي اخو وهادو ب... يعني ما سيدي لا بلي با سيدي مون بلي راهم في دي تي ان وكذا تما كانت قادره هذه تصرى بالداخل بيناتهم كذا ويتشاوروا وبعدها يخرجوا بها وعادي مم. انا نقول باللي بالك راهم يربحوا وقت على اشياء اخرى بالك مازال مع الناخب بال... هل هذه السبب مكموله يعني موثوقه في رايك بكل ما تحمله الكلمه هما سيدي ما في فيش اسماء كنت تريد ان ترى في القائمه انا نهضر لك انا ليا كنت قادر انا علي فرقاني ولا ايغيل اللي عندهم qui met une grande expérience, que ce soit ولا دي دي entraîneur ou la DDT1 لعبوا سنوات في افريقيا وواحد قلت لك علي فرقاني ولا مزيان ايغيل راهم قا قامات قا قامات في الكره الجزائريه مام سعدان ولا محمد ماعوش سي دي كرون ميسيو واحد ما ينساش خيرهم لاروم ثاني لاروم ايضا نهضروا لاروم مازالوا ستيرا لاروم اللي جون حنا نهضر لك هذوما ناس اللي لاروم جون بيان سور جون لاروم لو لا لا تلعب معاه انت ما تقدر تجري معاه الله يبارك نسلموا عليه منا محمد لاروم لا 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 بعلام لاروم بارابور وي فلاج مي مازالوا اللي جون أو... او في التيران انا يعني نقول لك على ربح م... م... سعدان ومحمد معوش سي دي جون اللي مدوا الكره من الستينات والسبعينات وارواح سي هادو قامات تاع تاع الكره الجزائريه قلت لك رغم يعني تغير خارطة الكرة العالمية فيما يتعلق بالمدربين هناك يعني مدارس جديدة في عالم كرة القدم شو, شو. لما نتحدث عن المدربين الشباب شو. والطرق التدريبية الحديثة بيان لازم تكون مجد... على باج مجرد رأي هذا تكون على باج دوك لازم الناس اللي يكونوا دوكا. هذه صيغه ذاتيه تاع مدرب مدربين انا نعرفوهم دوكا الناس كون ما مدرب كيفاش كيفاش عقليته كيفاش يتعامل في لي ماتش نعرفوهم انا نشوفوهم قاع مدربين المدربين الكبار باش نجيبو مدرب ما باش من بلانات هادو مدربين ما ما مل... ليه هل عليهم فلان نشوفو كيروش ولا الي لوزيتش ولا تقريبا نفس الاسماء التي يتم تداولها في كل مره يا دوما نعرفوا دوك أه تهضر لهم على الي لوزيتش الناس كاع تعرفهم يعرفوا عقليته يعرفوا كيفاش الخطه ديالو دوك هذه ماهيش لازم لك دي فريمون دي تيكنيسيا انا قلت لك انا اللي رايي باللي اللجنه هذه دارت بالك أه بور لو طاردي شويه باسكو تحبوا لا حنا جوسكان مثلا مع الناخب السابق مازال ما انا ما للتريث فقط هذه اللجنه انا هذه انا لان رايي هذا رايي باسكو قلت لك بور ان اونترينور يعني ما فهمتش ها كنت عطيت لي مثال قلت لي حسام حسن مصر حسام حسن, حسن, حسن يعرفوه هذوك لازم يجيبوا له لجنه باش يقراوا على حسام حسن اي لي زونترينور نعرفوهم دوكا كي تكون ان تيكنيسيان خلاص قال كذا اونترينور قال فلان لازم تكون تكلمت معاه ماشي الو ارواح تكلمت لازم يكونوا دين و... يكون رئيس في تكلم مع واحد ولا زوج من المدربين هادو ويمد راي يمد راي... يمد, راي... يمد رايو لهذو الناس اللي معاه في الاتحاديه هل تم تقسيم يو... الامور يعني حسب ما اشار اشيو هل كان بامكان الفدراليه القيام بالعمل ربا. الروتيني تعيين المدرب بنا... بنا... واحد... ما انه كنا من قبل بتعيين لجنه من الخبراء واحد ما حيحاسب خلاص كان المناخب راح مشى مازال جوسكا ماتينو مازال ما فهمناش كيفاش مشى تفرا يجيبوا مدرب لي يختاروا حنا رانا معاهم ابريسي لي ريزولتا حنا دوكا ماشي اليوم راح يجيبنا ناخب راح نغدو نخرجو نديرو نو يجيبنا ناخب وني داري الفريق الوطني وشاكا برو سا ريسبونسابيليتي يبدا يعمل يوفروا له كاع لي لازم ويخلوه يخدم بارتياحيه ومن بعد ليزولتا لي سي هما اللي يحدوا المدرب كبير ولا مدرب صغير ولا ضعيف هذيك سي ريزولطا ما تقدرش تحكم دوكا حنا ما عندناش دوكا حنا غدوا راحوا نحاسبوا اللجنه هذه ولا ولا فش المدرب نقول لهم علاش انتو خيرتوا ايا نبداو نهضروا هكذا لا لا بالك مدرب بيجي وذاك المدرب كما يقول لك عنده مواصفات عالم كبيره ويقدر ما ينجحش في الفريق ما راحش نقولوا علاش هذا اكس اي قالك علاش انتم ما اخترتوا لنا هذا المدرب يقدر ما ينجحش كي تشوف لو سيفي تاع المدرب وتشوف تما سي حاجه ما انا نقول حاجه ضخموها باسكو هذه من نهار نعرفوا الكره القدم جامي كانوا اللجنات هذوما سير يعني لا نحشو حسام لا لا حسام واضحين يحبس دوك نقول لك هذه ما من رؤساء اللي مقبل ما ينوضش الصباح يحكم تليفون يعيطوا عنده ناس يعملوا معاه هذيك لجنه تسمى لجنه ماشي لازم ولكن هذه اكثر شفافيه ربما بارك الله في هذه شغل حبوا يديروها للعالم باللي عندنا لجنه نو انا انا نخدموا ان ستاف حنا انا في ربعه دوكا في لي ميسيون قبل نهضروا بالك على واش حنا هضروا نو هذه هي أرا... رانا ان جروب هكذا فيدرالية راهم راهم في فيدرالية كبيرة فيها لو دي تيان فيها لي اللي... ديزونترينور فيها لي اللي... سيكريتار فيها, اللي... فيها, اللي... فيها, اللي... فيها, فيها بزاف ناس وكاين ناس كما قال الزين المقبل دي كونسيي لي تاع الرئيس عندو ناس اللي يثق فيهم سي دي كونسيي سي دي تيكنيسيان يقدر مدرايو هذا مدرايو عادي مي باش نضخموها هكذا ولازم اللجنه واللجنه دي باش داروا الاسامي قعدت اليوم غدوه ودوكا ولكن في البدايه كنا نقول يجب ان تكون هنالك لجنه آه آه نتفادى القرارات الانفراديه دائما في كل مره كنا نعتقد اختيار مدرب من طرف و... رئيس الاتحاد فقط ودي من زمان علاش المدرب. لا لا وقالها لو قال لك من صلاحيات قالها في لا كونفيرونس دوك ولا انا قالها ما التشاور يعني معليش معليش هو من يقرر الفافر معليش رئيس الفافو هو من يقرر خلاص ولكن استشاره والتوصيه استشاره بلا اللجنه يستشار هو هذا ما كاش بريزيدون بالك جاز وما سقساش ناس اللي معاه ما يقدرش وحده بتات هو ما تاع تقني يكون رئيس يعرف جيستيون كذا مي يغلط ويقدر يصيب هذه هي دوك باش تقول لي لازم مدرب رئيس يجي وحده اي قال انا نجيب هذا نو عنده ناس الفيدراليه ديجا مي مشات بالرئيس وحده بالك نشوفوا الشخص توجو البريزيدون فيدراسيون مي توجو ليتيل عنده ناس احنا ما صديق قال لك بلي فوق راو راو كان يشاورنا يقول لنا او كان معاه قال لك ما كانش يدير كلش وحده كان يحضر معنا يت... هذه وحنا كنا نشوفوا بالك الحجرة راه وراه قال لي دي وحده نو باسكو سي لو بريزيدون هذه ميم او نيفو دو كلوب لو بريزيدون كي يجي لاعب ولا يجي الناس كاع تقول ما يقولوش بالك لك ساعود ليك معليش <applause> نعم سنمر الى فاصل ثم لا نعم هل تعتقد ان رئيس الفاف عرف كيف ربما يبعد الضغط نوعا ما عنه بما انه المسؤول الاول عن تعيين الناخب الوطني ما رايك أو ما وش دا ماشي با الضغط بتات هو ويشوف باللي باش الناس ولو انها طريقه منطقيه يعني اه باش الناس بالك ما تبداش تاول وتقول لك هذا جا جا يلاي كارتي ناخب وجاب ناخب هو اللي يحبو دار هذه اللجنه مي انا قلت لك من الاول باللي هذه اللجنه كانت قادره تكون بلا ما تكون آه علمياً عليها بزاف الهضره ولا كانت جوز نورمال بيناتهم تكون سريه مثلا شي سريه <تصفيق> شي, <تصفيق> شي <تصفيق> سريه بيناتهم <applause> سي يعني. انتر حاجه انت مدرب هذه حاجه شامي ما صار نورمال عادي يتفاهموا يخرجوا مدرب ويقولوا لنا جبنا مدرب واحد ما يقول له علاش ما تجيبش الزين وعلاش ما تجيبش حسين جم مدرب ان شاء الله نتمنى وينجح هادو الناس باش جاوا يعملوا تما لازم يكون عندك كفاءه باش وعندك لو كوراج هذاك باش تقابل وباش تاخذ دي ريسك <applause> انت راك اليوم في راك في الفيدراليه على بالك بلي لازم اليوم ولا غدوه لازم ناخب والناخب ماشي انا ولا انت ولا نوت سي لا البريزيدون والناس اللي دايره به سي حاجه عاديه اليوم اللجنه قلت لك بالك كاع واش الامور اللي صرات قبل هذه اللي خلات الناس كما يقول لك تري شويه باللجنه هذه وقال انا نستناو مي اخر كلام راح يولي للرئيس والرئيس باللجنه ولا بلا انا فهمت من قولك أن هذه اللجنه مهمتها هي تاخير استخدام مدرب هكذا لا لا ماشي ماشي باش بش تاخير تاخير باسكو الناخب اللي كان جوسكا ماتينو مازال ما عرفناش ليستوار كيفاش راه مازال أسكس خلاص بتاع المدرب هذا مازال ليستوار نتاع المدرب اللي كان مازال جوسكا ماتينو مازال ما عرفناش الحقيقه تاع ولكن الفاف دارت بيان عن اعلنت عن كم فك الارتباط إيه نهائيا مع إيه المدرب مي حنا دوكا واحد ما على بالو ولا كل يوم وانا نسمع حاجه بصح حبيت نقول لك اللجنه هذه باش تقعد هكذا باش على مدرب نقعدوا 20 يوم وحنا نستناو اللجنه باش تخرج النادي ماشي نيكليير هذايا مدرب تقول لي انا الزين نقول لك الزين فيه ولا ما فيهش تقول لي الزين نقول لك انا الزين وكيفاش عقليته في زو سوايع يعني نقول لك ولا على حسين نقعدوا نستناو بزاف لا لا هادو ما, هادو ما الناس تقنيين تاع كره قدم ما جبناش حنايا الناس اللي ماشي تاع كرة قدم قال ما يعرفوش لازم لهم الوقت يروحوا يقراوا شوية ولا ما باليش ناس تاع كرة قدم باش تقول لي أنت المدرب نقول لك زعما إكزومبل كيروش واش حتى زعما انا قاعدين في اربعه وانت واش تمد لي واش نمد لك واش تقول لي هذا مدرب درب مثلا هناك كيروش هناك فايد وهناك فايد نحب مدرب مثلا مثلا آه هناك هذا هذا هذوك نعرفوهم ومن بعد واش ناخذ من كل مدرب الايجابيات والسلبيات بارك الله فيك و... انا نقول لك انا حسام <مت��> أقول <فيه> انا حسام نقول لك انا هو المسؤول الاول نقول لك شو انا كاين حسين وعندي الزين وعندي مومن مومن ها هو الديفو ديالو مو مومن ولا فاتنا يعيط يعيط ما يحبش بصح هو هاي قلبه مليح يعيط قلبه مليح الزين قوية لكن الزين طاكي تما غدوه يقدر يعطاكينا نورمال عادي الزينة ومعانا ما يكداش هو قلب بيان سور لا لا تما الزين يهدر الزين ما عندو صديق لا <applause> ماشي <زين>. ما <applause> عندوش صديق وحسين عنده واش عنده حسين يضحك وقت الاخر مي ما يخدم كاع كيف كيف تما بعدا حسين اش حذر نوعا ما ومن بعد واش هذا باسكو علاش انا نقول لك هادو المدربين ثلاثه ولا اربعه كاع عندهم اسامي وكاع مدو باسكو لو فات اللي هنا اون لهادو المدربين عندهم كاع سيفي كاع كاع سيفي آه الي لوزيش عنده سيفي ديالو جاز معانا ولا ماشي معانا مليح كيروش جاز ما بيتروفيتش هذا مازال المحليين نسيناهم محليين نحاوهم يا زين لا ما. والو يا فاروق مبارك كيف يعني فما حل لا لا حبس حبس آه. كان لسه فيها المحليين اه انت كي تقول لي اسمح لي لا ليستا ليستا آه. دوكا لي لي آه معليش إيه معليش إيه خلاص خلاص آه. لا دوك نقول لك لا لا أسكر أنا نشوفوا في عليهم اسك على ان ولكن لي لا 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 دا حبس. دارو دارو تاع دارو تاع لا 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 داروا لا داروا تاع انا إيه انت ما تبعش انا نتبع باسكو البارح اللجنه خرجت في ريزو قبل ما تخرج في الاتحاديه خلاص داروش. داروش. احنا نغلقوا اللي يغلق يغلق انا نهضر انا مانيش صحافي انا ماليش. انا قلت لك باللي داروا المدربين هذوما بوكرا واحد ما عليه كاين مدربين جزائريين راهم يخدموا عندهم كاين عبد الحق بن شيخه عندو عنده كلوب عنده بصح يقدر نداء الوطني يخليه نداء يقدر آه لا يقدر. كي صح؟ لا يقدر بصح كي انا باش نقول لك هو ما يجيش انا حبيت نقول لك انت اسمح لي معليش معليش هذا انت قاطعتني انا خليتنيش نكمل لا لا دوك انت نلعبو دوك قاطعتني خليني نكمل ايه نكمل ومن بعد ستان ديبا ستان ديبا لا 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 نهضر ومن انا اللي نهضر ومن بعد انت ديبا قول لي قول له كاين مدربين علاش ما يهدموش هذا ماك انا ليا يعني ما... انا نقول انا نعطيك حتى تعطي لي معليش زين معليش يعني ما... انت مد وانا نمد راه معليش انا, أنا اللي إيه؟ مد ومن بعد كي نكمل نقولوا حسام علاش ما يروحوش لابيس لوكال ما نهضرش يعني هكذاك انا معليش آه صح راه يعني قول... خمسه تعالى انا يقول لك المدربين ها. اللي داروهم قال لك زوج زالوا في افريقيا وانت واحد قلتها ايه ايه يعني نقول لك

فكرة الفكره تاعي ما فهمتهاش الفكره تاعك انه بلك يكونوا في طاوله اللجنه مدربين اجانب وين وين يكونوا دي سي في تاعهم هذه مفروغ منها آه. لان اجنبي لازم ولكن مدرب جزائري تقريبا الكل يعرف نعطيك مثال من منا لا يعرف مجيد بوغره والمسار تاعه مع المنتخب المحلي وواش دار يعني في الكاس كوباراب واش دار في الشان واش يعني المسار وحتى كلاعب و... سامح لي من منا لا يعرف مسار عبد الحق بن شيخه في التدريب تاعو اخيرا لما فزنا مع عاصم نعرفه اللجنه هذا ما يهمنا الاجنبي لا الاجنبي دوك مثلا نعطيك مثال مثلا نعطيك سي لا ميم شوز زين لا سامحني ما من اجنبي ما تخليش ولنو... على كاين واحد تعرفوا بالاسم كأن... ما تعرفوش كاش دوك علي لوزيت مثلا جاز على الجزائر قوك نعرفوا نعطيك مثال اخر مثلا كاين واحد مدرب نقولوا دوكا ويدرب منتخب حاليا ولكن حنا بالك كاين بالك انا ولا انت ولا المتتبعين تاع كره قدم يعرفوه بالك كاين في اللجنه اللي ما يعرفش المسار تاعو من قبل ما يعرفش الطريقه لان انت ما تقدرش tu peux pas prendre en considération un passage d'un entraîneur غير في une sélection ولا في un club لازم تشوف تشوف ا بوبري واش دار وتشوف ا بوبري واش ماشي لي ديبلوم الاخ حسام لي زيطا الكاريير ديالو تعرف اسكو تاع عامل تاعو الانجازات لي ديبلوم لي ديبلوم شوف سمح لي حسين البارح ضد الاخ فاروق قال لك شو لي ديبلوم كاع عندهم لي كيف شو واش قرا حسين قرا ولا واش قرا لو في فرنسا ولا واش قرا لو في اسيا هادو هادو لي هادو لاكاف لو يفا ولا تاع لازي نفس الشيء هذا مهم سامحني خليني نكمل لك اباكوش اللي مهم ليست شهادة <applause> المهم الروسيكلاج زين دين زيدان وما ادراك لا كارير كاع اللي دار بطل العالم بطل اوروبا لاعب كبير خارق ما كاش نظن هو الي اور كاتيجوري جاب ديبلوم واش ولا يدير يروح كل بطولات يروح يقرا عند مدربين يروح مثلا راح لغوارديولا لما كان في بايرن ميونخ مشى الى اسبانيا مشى الى ايطاليا باش يشوف طريقه اللعب وطريقة هذا هو اونترينور ما يخصوش ديبلوم ورق عباك شنو الديبلوم او ديبلوم هاوليك يعطوه لك حتى واحد ما بروك عليك وتحطو في الدور لا لا إحنا سامحني سامحني سامح كاش واحد سامحني دوك هذا الديبلوم هذا لما تجيبو حنا شحال ما اسطورات عندنا في الجزائر كاع عندهم لي ديبلوم ولكن صح كانوا كاع لاعبين كبار كاين كاين اللي يحترم نفسه يقول لك انا ما نقدرش ندرب وعلاش لان ما هدنا التدريب ما يقدرش نيمبورت كي يولي مدرب لازم كاين اشياء كاين اشياء لو روسي كاين كثير من الناس يخلص بامواله باش يزيد يتعلم يدير دي فورماسيون يكون على باج مثلا اليوم كاين هذا الداتا كاين التكنولوجيا لازم تكون نفسك في كل أشياء لان لازم لما تكون مدرب محترم وحبيت تنجح في يعني لا كارير تاعك تي دوتي دو تو لي زوتي لان لما تجيب انت واحد يدير لك لاناليز فيديو، اذا انت ما تعرفش لاناليز فيديو هو يقدر يغلطك، تقدر انت ما تعرفش تولي تقرا تعرف لازم, تعرف في لازم تعرف البريباراتور فيزيك يفوك دي نوسيو اون بريباراسيون فيزيك لازم تعرف يكون عندك دي نوسيون كل شيء هل هنا نحتاج هل هنا نحتاج الى مدرب شاب؟ لانه نعم. المدرب الشاب يكون مطلع اكثر على مستجدات التدريب جاوبني على هذا السؤال ولكن بعد الفاصل نعم بالمدرب هل نحتاج إلى مدرب شاب لأنه طرق التدريب هناك مستجدات في عالم التدريب يجب أن نبحث عن مدرب مواكب حسام. هنا ربما عامل سن يلعب دور ايضا في هذه لازم دوك... تكون شاب باش تكون على باش شوف حسام سي بون شاب ولا انا واش نقول لك هذا سؤال فقل. دوك لو ما كناش في صعبه يعني مرحله تقريبا نقدر نقول لك رانا يعني في اون لان اليوم خرجت من منافسه وقصيت أه تقريبا يعني كنا مع مدرب طيله ست سنوات الوقت ضيق لان بعد سته اشهر عندك تصفيه كاس العالم ما لازمش تخطا لان ان فو با يقدر فات كومبليكي الاشياء وشفنا اليوم المنتخبات اللي اونتر كيمي كانوا الناس يقولوا صغيره ما بقاتش منتخبات صغيره يعني دوك الاشياء يعني في هذا كاس افريقيا نظن كاين ان نوفيل اوردر في الكونتينو افريكان تاع المنتخبات. اليوم okay. ما يزيدش واحد يقول انا ناميبيا ليس فريق ولا القا ولا ما على باليش غينيا كاب شفنا كاب فير شفنا ان اليوم يعني تغيرت الاشياء mm. هادو الفرق تصريح مهم لمدرب منتخب الكونغو قال نعم. ليست هنالك مفاجات في هذه البطوله بل هنالك عمل كاين عمل عمل من طرف انا واش نظن نظن ان هذه المنتخبات عملت ولحقت المنتخبات اللي كانت تحس في الصف الاول واللي ما عملتش واللي نامت ولقات روحها يعني هذوك المنتخبات م. اللي كانت بعيده على المستوى تاع المنتخبات تاع الصف م. المستوى الاول لحقتها هذه اولا ثانيا دوك حبيت انا رايي انا رايي مع التشبيب نتكلم لك بكل يعني انا رايي الشخصي هذا ولكن الفيدراليه تقدر ومن حقها لان هذه مرحله ولكل مرحله رجالها عندك مرحله الفيدراليه دوك عندها كما قلت انت يعني معايير وهذه المعايير يقدر بالك يستوجب عليك كاين شروط، كاين بالك مدرب يقدر يكون عنده مثلا كفاءة لتخ وتجربة لتخليه يقدر يعيش هذه المرحلة ولذلك أنا نظن اليوم أنا نظن كاين ثلاث نقاط. النقطة الأولى ستكمن أين؟ تكمن في اختيار أولا. أنا نظن اللجنة في أول يعني اجتماع. اولا ب لان اللجنه لما يعني تشتغل أن نظن سيكون الرئيس معهم في يعني الوهله الاولى الرئيس سيعطيهم ايضا يعني دي لان انت ما تقدرش اللجنه هذه تخدم هكذا لافيكلاك الرئيس اولا لما يتكلم مع اعضاء اللجنه وبالك ولا بالك مع المدير الفني الوطني ديجا نعرفوا هل اللجنه تقول هل يعني هذه المرحله تلزم علينا مدرب يعني لوكال جزائري ولا مدرب اجنبي من المنطلق تعوين وين يعني نعرفوا هل نخدموا مع جزائري ولا مع اجنبي نظن من من هنا نبداو يعني ندرسوا الامكانيات تاع السير الذاتيه من يعني ستحدد يعني القائمه ولما عاود قريت انا البيان لما تكلم مع الزملاء نقطه ايضا اثارت انتباهي ومهمه ومهمه جدا اللجنة مكفلة من طرف الفيدرالية مكلفة. مكلفة, من طرف الفيدرالية باش تعطيه اون شورت ليست ليس باش تعطيه اسم المدرب يوم الخميس يوم الخميس في اول جلسة اون شورت ليست من شورت ليست قلت لك انا نظن اللجنة انا نظن ست دوني دي تقول توصيات يعني. توصيات. تخرج بتوصيات هل الفريق الوطني في هذه المرحلة يلزم لها مثلا مدرب جزائري هل المدرب الجزائري لانه يعرف اللاعبين الحاليين ويعرف لاعبين البطوله مثلا انا سمعت تصريحات الشيخ سعدان يقول لازم مثلا ان الفريق يتغير ب 50% كاين اشياء معطيات اللي تخليك يعني بالك تميل الى المدرب مم. الجزائري وكاين معطيات اخرى بالك حنا ما عندناش بالك تميل الى اجنبي ولكن هذا الاجنبي ثاني لازم يكون عنده مواصفات لان اليوم الاجنبي يقول لك وراه لو الاخ حسام لما انت اليوم في هذه يعني الفتره الزمنيه في هذا الشهر لو تجيب اجنبي وتمضي معه عقد تقريبا تاع ما كاش واحد يمضي لك اقل من سنتين ولو تعرف ان لما تجيب اسم كبير سيكلفك يعني اموال وهذا الاسم شكون يعني كما كنا نتكلم في الكواليس مع الاخ حسين لما جبنا رايفات، رايفات كان في نصف نهائي مع الكانا كاس العالم مم. نصف نهائي جبناه الى الفريق الوطني ولكن لم ينجح اللاعبين اللاعبين صرا صراع حاد مع رايفات داخل غرف تغيير الملابس مم. وحتى ما حتى عامل اللغة حسين هاجس, عام هاجس, هاجس كبير عامل كبير بالنسبة عام لرايفات يتحدث لا. مع اللاعبين بطريقة غير مباشرة مثلا يحتاج إلى مترجم هذا ايضا ربما لما نتحدث عن مدربين من شرق اوروبا الاسماء المطروحه باستثناء ربما فايد يتحدث مهم الفرنسيه هذا ماشي ماشي كما يقول لك ماشي قاعده ولا ماشي ما نقدروش نقولوا لان كاين مدربين بلغه لغه كره القدم غير غير اللغه تاع تاع البلد اللي هم فيها ويتكلموا عن طريق يعني مترجم ونجحوا وفيه العكس ولكن التواصل أحسن إن يكون مباشر. مباشر أحسن يعني لازم تكون واحد يكون يتواصل معك مباشرة ماشي حتى يجيب واحد يهضر معاك هذه من الأحسن ولكن أنا نظن شوف نعطيك مثال يعني بسيط مدرب له في الكونغو كان يدرب هنا في الجزائر في الصورة لو كان تجيبوا له ذوك على عام هذا لو كان يروح فينال يروح النهائي كلهم يولوا يجروا مورا هذه هي كرة القدم تدير نتائج راح تدخل في صف الكبار بالماضي قبل ما يجي المنتخب الوطني كان يعني عمل فريق وبان فريق اللي كان معاه وعمل شويه مع المنتخب يعني القطري ولكن الشهره وكذا مع المنتخب الجزائري جانا كاس افريقيا واصبح احسن مدرب افريقي ولا يعني الان السمعه تاعو طلعت مع اكبر المدربين في افريقيا شوف كره القدم كل شيء يمشي بسرعه حسام تجي اليوم تعرف كيفاش تسير فريق وتمشي به وتقدم كره جميله وتربح يعني بطولات كله يولي يتبعك زيد صغير زي بس صح زي ولا المعلومه كان كارت فينال باسكو كارت فينال يا اخي يا اخي سواريز سواريز كان, حق حق كان حق بقال بأبو بقال بأبو بقال على الابواب صح صح نكمل لك قبل ما, تروح لي الفكره الزين واش واش قال الزين مقبل احنا قلنا هذايا لو كان مقبل واحد ما تكون عنده الشجاعة باش يحطوه ولكن هو ما حطوه في منتخب الكونغو وخلاوه يعمل وشفنا يعني العمل تاعو قال فيه عمل فيه فيه يعني مثابرة وجهد تاع اللاعبين كذلك وطريقة التسيير الدورة كذلك لأن تورنوا يختلف وتكلمنا عليه في الحصص الماضية ما هي الميزات يعني لازم تكون يعني في يعني تكون لازم حاضر خاصة دور الأول جوز لازم تعرف كيف تسير فريقك تسير مجموعتك نولي لك الوش قال الزين تاني دوك نتايا لازم تعرف تاني واش راك حاب لازم انت اولا حنا نكونوا عارفين واش حابين نعاودوا نبداو بمجموعة تاع شباب ولا نعاودوا نشببوا الفريق ولا نربحوا الالقاب ولا ما تقدرش تجيبهم كاع حوسا ما تقدرش كل شيء ما تقدرش تشبب وتربح وتروح المونديال لازم تعرف دوك ولاك حايب تبني ولو تضيع مونديال ما راحش تكون متاخر أحد راح تشبب يكون عندك لاعبين شباب يمشوا مع بعض تقريبا عامين وثلاثه واربعه من بعد راح يخرج لك فارق ولكن لا اظن ان الناس راح تقدر تسنى وتصبر على المدرب لياو جاي وهو كذلك نمر الى فاصل قصير ثم لا نعود المنتخب ساحل العاج منظم الدوره منتخب كوت ديفوار في مواجهه الكونغو الديمقراطيه بملعب الحسن واتارا بأبيجون الايفواريا اذا فاروق بالقيد لو نتحدث من حيث الارقام في هذه البطوله مواجهه متكافئه الى حد بعيد بين نيجيريا وجنوب افريقيا كلاهما سجل سته اهداف منتخب نيجيريا تلقى هدف واحد اما بالنسبه لمنتخب جنوب افريقيا فتلقى ثنائيه يعني مواجهه متكافئه الى حد بعيد نو كي تشوف الارقام متكافئه مي انا نقول باللي فريق جنوب افريقيا اللي عنده حظوظ اكثر اللي عنده فريق تقول فريق لا يلعب ماشي منتخب شفت من لاعبين تاع فريق اللي صندوق. عندهم سنين هما يلعبوا كيف كيف ماهوش منتخب اللي يجيو لاعبين ديفوات تلقى بالك بعض اللاعبين اللي ما مي ما يدخلوش في المجموعه رابيدمون انا نقول باللي جنوب افريقيا باش لحقوا للدور هذايا تما عندهم المدرب لقى لقى كيما هذا اللازمه لا لقى لقى لا لقى تسهيل تسهيل في المجموعه هذيا اللي عنده لاعبين يعرفوا يلعبوا عندهم سنين هما في في الفريق واحد انا نقول باللي الفريق جنوب افريقيا باش لحق للدور هذايا تما عملوا عملوا باش لحقوا ماهوش فريق اللي جاء داك بالصدفه منذ 24 سنه وهذا المنتخب ينتظر الى غايه هذه الفتره, هذه الفترة الى غايه جد. هذه النسخه منذ سنه 2000 إيه كانوا لم يتاهل الى إيه نصف كان... النهائي منتخب جنوب افريقيا قبل كانت فعلا جنوب افريقيا عندهم لاعبين يلعبوا في البطولات الاوروبيه كانوا لاعبين ممتازين كانوا يلعبوا في, مم. في دي كلوب اللي لبس بهم اليوم ش... على طريقه المنتخب المصري يعني اليوم على طريقه المصري عندهم ثمان لاعبين يلعبوا في فريق واحد هذه آه... اولى انا ليا سابقه سابقه ما كاش ما في الاهلي ما كانوش ثمانيه كانوا بين الاهلي وزمالك والزمالك والزمالك واسماعيليه وكدا. نعم مي هذا الفريق ثمان لاعبين اساسيين ولاعب يلعب في جنوب افريقيا ولاعب يلعب في الاهلي وكاين واحد برك اللي يلعب واقيل سي في قطر ولا مي لي كاع يلعبوا في فريق واحد انا نقول باللي المدرب بروس لقى ما لقى صعوبات مع فريق كيما هذا فريق اللي راهو يدربوا تما المعنى نقول المدرب تاع سان داوس هو اللي راهو هو, هو هو اللي يكون عنده واحد بيرسي ش... يلعب في الاهلي اي بيرسي الاهلي المصري انا بدي نقول بلي المدرب تاع ومدرب تاع سان داوس اللي شفناه مدرب غير موجود في الفريق بيان عنده انا يعني نقول لك ثمان لاعبين اللي عندهم بالك كيما على بارسيلون اللي كان بارسل... ليكيب دي سبان كانت تلعب على طريقه في المنتخب آه... على نعم. طريقه بارسيلون باسكو كانوا عندهم سيس وسات جوار اللي كانوا بارسلون. انا <applause> يعني نشوف بلي بالك الطريقه اللي يلعبوها على طريقه سانداوس و فريق موتسيبي <applause> على ما اعتقد <applause> اه دوكا الاب اللي راهو نورمال الاب هذا هو الناس الناس تخدم الناس تخدم الناس <applause> تخدم الكره ديالهم ما يخدمش غير حاكم عنده فريق من الفريق هذا شوف يلحق به هو وين الحق وي <applause> والمنتخب اصبح نواه المنتخب والمنتخب وين الحق الناس واش تخمم هذا هو حنا يا ريت نلقاو ان شاء الله ان بريزيدون تاع ان كلوب اللي يقدر يروح لهذه وتكون عنده الطموح وكذا ويعطينا لاعبين علاش انا نشوفوا لازم تكون عندنا الغيره هذيك من هذو من هذو المنتخبات حنا في الجزائر علاش ما يكونش فريق اللي كان كما كانت في سنوات الثمانينات كانت النصر حسين داي عندهم سته ولا سبعه كانوا مدارس شبيبه القبائل جازوا عليها هنا كانت مي حنايا الناس الناس افونسات حنا ولينا اللور هذا هو ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يكونوا لاعبين حتى يكون... مقارنه بوقتكم يعني ليس في الماضي البعيد أه... كنت افضل لا احنا... افضل احنا فوق... من هذه احنا الفتره احنا وقتنا كنا سيفري افضل مي كانوا اللاعبين تاع المنتخب يجيبوهم يجيبوهم باش نكونوا صراحه كيف يعني ما فهمت كيف يا وليد هذا حسين وراح وزاوي وكذا ما من المونديال اخر دقيقه دوك ما نكذبوش ما نجوش نهضروا آه لا لا لازم نشوفوا البطولة لازم كي تشوف البطولة دير لا فيريتي حنا اللاعب هنا محقور وي وانا نشوف بلي كاين الناس راهي تخدم وشاك فوا باش يخلوا لك الناس كي يجي يقول لك هذه بطولة عندك عندك مدربين كذبوش على هذه هي اللي خلات الناس شغل كي يجوا البطولة نو نو عدلنا اللاعبين كيما قلنا مدربين كاع يقراو كيف كيف واللاعبين اللاعبين كان يلقاو الظروف ويلقاو الناس اللي تعاونهم يقدروا يروحوا بعيد ونلقاو بالك خمسين بالمئة من البطوله من البطوله الوطنيه وشفناهم جامي شفنا في 2004 زافور كان مليح حسين كان مليح قواوي كان مليح كان عريبي, عريبي كان مليح هادو لاعبين هادو ربعه داو ربعه باسكو كانوا قادرين يكونوا أكتر زافور سجل, سجل وحسين اسيو سجل لا, و... لا أسمح ك... كانوا قادرين لو كان نديروا العقليه والشغل و... نمدوا الحق للاعب هنا المحلي والله رانا بعاد رانا روتار دوكا باسكو ما استفدناش من لاعبين كبار اللي جازوا اللي حاج عيسى اللي جابوا شغل انا يقول لك حتى بورحلي لما في كان 2004 ربما حسين اشيو ما رحش رفض الذهاب لا ب... رفض رفض. رفض هو اللي رفض بورحلي هو دار تصريح على ما, ما, ما أعتقد قال انا ما رفضت الذهاب لا, الذهب لا, 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 لا لا بحكم اني تعرضت للظلم لا تعرضت للظلم بورحلي بورحلي واحد لكن حيت لي, لي. الهضره اهدر سأس... نعود لك نعود لك فاروق يا الله حبيت تدي ليكسيليفيتي عطي تفضل <applause> <حسيح. تصفيق> بارك الله فيك كل ما يعني كان, كان, في كان يلعب كل ما كان يلعب كان يمد مباريات كبيره كان احسن اخر ده. مباراه وين لعبناها هكذاك ومع وهرن. فرقاني 2005 ولا وهرن. ماركا في طالون لا لا في افريقيا لا لعبنا في افريقيا ماركا هدف خرافي ولكن الفرصه ما شوف واش قال فاروق عنده كما قلت لك حقيقه حنا كي نشوفوا دائما الميكيال ميل من جهه اللي يلعب في, في اوروبا يعني لو نعمل مقارنه بين هو مثلا وبوتابوت كم مثلا كمل كم لك ما يفضلك بورح ما بورحلي تقارنو ما تقارنوا مع حتى واحد لا لا هذه قارنوا دوكا مع ماريو. انا نقول لك ما تقارنوا مع حتى واحد لان في منطقه العمليات ولا كيف يطلب الكره ولا كيف يسجل وحده يعني يشمها الكره يسعد ويعني قدام قدام الحارس ولا الداخل منطقة العمليات الناس كي تكون كاع مقلقة هو شغل وران لونتي بعقله يسجل ويطيح الحارس يعني بورحلي يعني من أحسن نقول بالك المهاجمين اللي, اللي لعبت معاهم وعنده حيلة كبيرة وعنده رزانة كبيرة أمام المرمى ولكن وليلك لك قريب نسيتني أنا ثاني حسام تفضل المكيال دائما يميل من الجهه الاخرى، وحنا نولوا الحصص الماضيه واش كنا نقولوا؟ با فاروق يشفى وزين نورمالمون يشفى. كنا نقولوا لازم حنا نجيو اللاعب داخل المجموعه، ماشي فرديا. انت تحكم الان لو كان نقيس على دركا، نحكموا دراوي تحطوا مع هذه المجموعه تاع الاساسيين راح يمد لك راح دراوي واحد اخر. ولكن حنا كي نجيبوهم نلعبوهم كاع هذوك جوار جدد مع بعضهم اه ماشي ملح ونعاودو نرجعوهم ما نعاودوش نستدعوهم. لا لا هذا ليس عدلًا انا كي تجيب لي لاعب من البطوله الوطنيه نحيت واحد حطوا في هذيك المجموعه في مع الاساسيين مع المجموعه مع الاساسيين وشوفوا شو يعطينا مثلا ميري زاك نهار لعب مع إيه. الاساسيين إيه شفتوا؟ نعم ميري من احسن ان شاء الله يولي المستوى شو الله شو الله. شوف شوف زين لازم هذا هو هذه هي النظره تاع الناخب ان سيليكسيونور ماشي مدرب عادي عنده النظره يروح يشوف لاعب يقدر غدوه سيليكسيونور يشوف من البطوله صح وسير فاروق اسمح لي برك نكمل وتفكر واش راك حايب تقول لي نعطيك كيما لا لا نكمل نعطي لك باش لك يا المدرب كي يجي يو يا يديروا له هكذايا ما يشوفش كاع من لازم هو يشوف فاروق لا 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 ايه يقدر يبطل ايه شي يعمي خلاص سلام عليكم يعطوا له انطباع يعطوا له نعطيك ماتن. لاعب محور الدفاع تاع منتخب كوت ديفوار كان عايش هنا في الجزائر قريت عليه هذيك صح اه انا قريتها بصح قريت عليه لاعب كان عاش هنا في الجزائر وعمل تجارب واحد ما قبله عاود راح دار ودا وهو وركريتا وهو راح يلعب في الخارج ودوك لعب كاس افريقيا ولا اساسي باش تشوف يقدر يكون ناخب وطني مهتم يروح يشوف لقاء درجة ثانية كأس ولا يشوف لاعب يشوف ان بروفيل ان جوار جران دو يلعب بالقدام جان صغير ويجيبو ويدخلو فريق الوطني وينجح كيف انا عنده نظرة على بالو شو يحوس انا مدرب حوسين عشيو أنا نحوس واحد في اللاكس ليخرج لي بالبالون يربح لي أمتار ويربح ماني البالون ما يخافش ويطلع باش يخلق كل واحد على حسب فلسفته تقدر تشوف هذاك جوار لاعب اللي راهو محلي وتروح تشوف قال هذا يصلح لي بصح يجي يعطي له الثقه الكامله احنا مم. شفنا لاعبين فارق وطني عطاو لهم كاع تيقات لعب مليح ما يلعبش مليح تلقاه الماتش الجاي وشفنا لاعبين اللي كانوا ملاح وما يلعبوش يلعب مم. ماتش ومن بعد ما يلعبش فان ماتش وبعد تلقاه ماتش واحد اخر لا انا قلت لك لازم يكون العدل ولازم ولازم تشوف شخصية لازم تشوف في الميزان النحو هذا يلعب في الاوروب انا كي نشوف دو جوار نشوف شوين يلعبوا ما نشوفش وين تلعب هذا نحيه وهذا نجيبه لا انت تلعب في ميلو تلعب في في بن عكنون ولا انت خير منه ندي هذا فريق الوطني فريق الفريق الوطني انت واش تمد لي في المجموعه ماشي واش تمد صح واش تمد في الكلوب تاعك باش تميريتي الفريق الوطني ولكن كي تشوف انت لاعب موهوب يقولوا لك كاين لاعب موهوب يلعب مع على باليش انا في الابيان وتروح تشوفه وهذا اللاعب تلقاه 18 سنه حقيقه موهوب تديه وتحطه مع المجموعه يعطيك وكل ما يلعب في الفريق الوطني يلعب جيدا ولكن تروح تشوفه مع اصحابه وتقول اياه كيفاش قالوا هذا الفريق صح لو طرينور لا ريفي سي لازم يدخلوا له العقليه هذا المدرب لازم يجي. يشوف لا ماشي لازم يدور ماشي هو ما يقدر لازم يدخلوا له لازم يدخلوا له العقليه هذيا باش يولي يروح هو جا راهو راهو خدام في البطوله في الجزائر <تصحيح> <تصحيح> راهو خدام ماشي هو يجي يدير لا لو ديالو انا ندير لا لو ديالي تجي تشوف نديك من نديك من نديك من ما نقول لك شوف غير منا شوف وسيي وكذا والبطوله تاعنا صعيبه انت ماشي كيما تلعب في ان ستاد اللي كاع لي موايا كاين تكون بلوز الاز وراح تروح تلعب هنا ببطوله في طارطون كل يوم صغير تيرا اه. ما, ما على ما بغيت تلعب غدوه كل يوم أرضي لازم هذا المدرب لازم مدرب تكون يكون فريمون فري ان يعرف كيما يقول لك يوزن يوزن باسكو اللاعب هذا اللي, اللي يلعب يلعب في بلي ولا اوترا فور واللي يلعب هنا في ما شباب بالكور تيرا اللي يلعبوا في هذه الخطره لاكوب آه. مازال تقول لي تقول لي بس شوف الوقت يداهمنا الوقت يداهمنا فقط نيجيريا جنوب افريقيا كوت ديفوار م. والكونغو الديمقراطية يعطينا نتائج من سيتا يلا 1 زيرو بور, 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 بور اسمع نيجيريا افريك دي سيد افريك دي سيد نيجيريا افريك دي سيد بالنسبه لكوت ديفوار وساحل العاج اه عفوا ساحل العاج كوت ديفوار وساحل العاج ساحل العاج يقول <applause> لك واسمنا من كوت ديفوار ماشي ساحل العاج ما يحبوش ترجم يعني هما كوت ديفوار على بالي ما يحبوش يبدلوا حسين يلا انا نشوف كونغو يروح ل النهائية؟ يروح راح المباراة النهائية مع بلي عندهم ربعة مع, مع نيجيريا كات تيتيلار سي شوف ما. نقول لك علاش نيجيريا بصراحة حسين ونقول لك كوت ديفوار انا نقول كونغو راني نحس بلي رايحين يروحوا لابعد نقطة مم. ونيجيريا لانه شوف انا نشوف يلعب دائما بتأني ما يغامرش كثير ويعرف عنده لاعبين عندهم عندهم س... سا... اه قلت نيجيريا تربح فعلا. نيجيريا نيجيريا كونغو نيجيريا الكونغو. الكونغو. نعم. نعم واضح هيا آه حتى نختم زين انا افريك دو سود كوت ديفوار افريك دو دي سود كوت ديفوار طبعا المواجهة في غدا في هي من ستجيبنا عن ذلك شكرا جزيلا لك فاروق بالقايد فاروق شكرا شو <تكس> جزيلا فاروق قال لك جزيك الله فاروق اخر كلمه بدل ولا افريك دو سود افريك دو سود قلت افريك لان عندهم دو انا قلت لك نربح انا ربحت انا قلت الاول حسين شكرا جزيلا لك شكرا لك فاروق ايضا مشكور أيضا زين عامر شكرا جزيلا لك انتم ايضا مشاهد الافاضل مشكورون على حسن المتابعه والاصغاء غدا ان شاء الله الى اللقاء